ردت مستشفى دار الشفاء في طرابلس على قرار وزارة الصحة وقف التعاقد معها على خلفية وفاة الطفل مؤمن لمحمد، رافعة مسؤوليتها عن سبب الوفاة، مؤكدة أن الحالة لم تكن طارئة إطلاقا عند معاينة الطفل، وأن إقحام الموضوع المالي بالحادثة مفتعل. أنا بالنسبة لي الحالة اللي صارت هي حالة سيبسس، يعني سيبتيسيميا، اللي حالة انتشار ميكروبي بكل جسم الطفل بشكل سريع، أو سي هذا الولد منه مطعم. أوكي؟ انتشار ميكروبي بشكل سريع. هلا السؤال مطروح، اتولد هيك بيتدهور بشكل سريع، نحن كأطباء يعني نقول هل هو كان عنده مشكله بشيء، مشكله صح بالمناعه خليته مناعته ما تقاوم هالمرض بسرعه التهور؟ لانه هو التفت على صحه الخير بعد ما عرفت التحاليل كان عنده الكريات البيض كثير واطين، كان عنده الصفيحات الدم كثير واطين، وكان عنده مؤشر التهاب كثير عليه. هذا دليل ان كله بيركب على بعضه. الولد كمان عند بالمستشفى الخير بيسموه شيء كونفولسيون، يعني كونفالجن، يعني هزه. هذا دليل على انه كان الميكروبي انتشر بكل جسمه ومن بيناتها الدماغ.